السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انتهيت من المرحلة الأولى من السفر إلى أفريقيا في شهر أغسطس سبتمبر 2019، واللي قضيت فيها أكثر من أسبوع في نيجيريا. زرتها لأول مرة، زرت فيها سوكوتو، وزرت فيها أبوجا، وزرت فيها لاغوس، وزرت فيها منى. هذه الأيام الجميلة القليلة التي قضيتها في نيجيريا أكدت بالنسبة لي شيء مهم جدا 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 جدا، والطائرة تقلع بنا الآن من مطار لاغوس ذاهبين إلى مطار لومي عاصمة توغو، كان نذهب فيما بعد إلى الجميلة عاصمة تشاد في الرحلة القادمة إلى سبتين من الطائرة إن شاء الله كما ترون في عنان السماء، لكي يرتفع بنا الفكر والحلم أكبر ويصبح أوسع مما كان يدور معنا على سطح هذه الأرض إن شاء الله. أكد لي بما لا يدع مجال للشك أن الحل كافة أو في غالبية المشاكل في أفريقيا وفي الدول التي نسميها الدول النامية وفي الدول التي نسميها دول العالم الثالث هو الزراعة، 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 الزراعة وتربية الحيوانات، اللذين يوفران ملايين الفرص للعمل، لعمل الناس البسطاء الذين ليسوا حرفيين أو مهنيين ولا يحتاجون تعليم كبير. هذا ما شفته في هذه المدن داخل نيجيريا، ما رأيته في أماكن أخرى زرتها في أفريقيا، حتى في الدول العربية، حتى في الدول العربية حينما أهملنا الزراعة في مصر وأهملنا الزراعة، مصر لهبة النيل والعراق هبة دجلة والفرات، أصبحت العراق ومصر تستوردان طعامهما من دول ليست صناعية بل دول تعتبر متعهدة لتصدير المواد الغذائية. يخدعك من يقول أن البترول أو الغاز هو الحل. البترول أو الغاز لا يخلق الفرص الكافية للعمل عند البسطاء، وللأسف قد يقع هذه الفسدة من أبناء مثل هذه الحكومات التي لا توزعه ولا تستثمره من بناء من خلال بناء مجتمعات قوية وتمكين أبناء مثل هذه المجتمعات في الأرض. سيحترض علي بعض الناس بمن يقولون أن هناك تصحر وجفاف وتغير مناخي خاصة في أفريقيا في الصحراء الغربية فيها. أقول أيوة، هذا حدث لأمرين أو لثلاث أمور. الأمر الأول لجهل البسطاء الذين أصبحوا يقطعون الأشجار للحصول على الأخشاب. الأمر الثاني الفساد، فساد الحكومات التي استفاد من فسادها المستثمرين الأجانب الذين قطعوا مثل هذه الغابات في الأمازون وفي الهند وبنغلاديش في أماكن مختلفة كبيرة جدا 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 من أجل كسب الأخير. وأما الجزء الثالث أقبلك من هذا الفساد، فهو عدم اهتمام الدول الكبرى التي انسحبت من منظومة محاربة التصحر والجفاف والتغير المناخي في العالم. أردنا أن نرجع مرة أخرى يا شباب، نحن نطير الآن من لاغوس لومي. أنا أقول لكم من خلال خبرتي، إذا اعتبرتوها أنها خبرة، أن الزراعة هي الحل، الحرف اليدوية هي الحل، الأسواق الشعبية هي الحل في هذه المرحلة. لماذا؟ لأننا عندنا الملايين ممن فقدوا أرزاقهم، ممن فقدوا طرق كسبهم، ممن أصبحوا عاطلين على الدولة والدولة لا تستطيع أن أجعلهم يتكسبوا من الوظائف الأخرى. الآن دعوتي لكم لكي تأتون هنا لأفريقيا، تزورون أفريقيا
وتجدون الحلول التي قد تستطيعون أنتم أن تقيمونها في هذه البلاد لكي تستطيعوا بها حضارة في بلادكم حينما ترجعون مرة أخرى إلى بلادكم، أو أن تعيشوا في أفريقيا وتجعلها جنة الله في الأرض. أختم كلامي وأقول إن الحل وطني، الحل محلي، الحل ليس مكلف ولا يراد منه أن يكون له تكنولوجيا تقنية عالية جدا 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 في المرحلة الحالية دلوقتي، لأننا نريد أن نوظف أكبر عدد من المواطنين كي يستطيعوا أن يكسبوا قوة يومهم، ثم أن يدخلوا من قوة أو أموالهم من قوة كسبهم لكي يبنوا مجتمعاتهم وحدها، وفيما بعد تتحول مثل هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستقرة تستطيع أن تحول هذه المجتمعات إلى دول قوية ذات حضارة وسيادة ونهضة إن شاء الله. أراكم إن شاء الله يا الشباب وأيتها الشابات في هذه الأماكن الجميلة التي أزورها وحدي، كنت أتمنى أن تكونوا فيها معي، وأراكم في محطة أخرى بعد أن ننزل في لومي ومنها إلى أن جمينا عاصمة تشاد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.